اكسبريس اف ام. كيف العادة يا جماعة دايما نسبة الريانة صباح النور. صباح خير عادة. شو أحوالك خويا لاباس؟ طيب اليوم باش نحكيو على شهر مارس 2023 اللي هو يعتبر من أسخن الأشهر في عام 2023 مبدئيا في الثلاثة شهور الأولانيين. باش نحكيو زيد على اليوم الدولي الأول لصفر نفايات والاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات والغاية من اليوم الدولي هذا. سينا خلينا نبداو بالشهر مارس. شهر مارس الشهر اللي خرجنا منه كان ثاني أسخن شهر مارس على التلاخ وقاعة تزيله في العالم. هنا في العالم كي ناخذوا دوشر خاطر كل شهر وشهره هذا شهر مارس فما شهر آخر قبله تاع مارس نقول لك فانا عام اللي هو كان أسخن واحد وهذا ثاني سخانة في مارس معناها كمعدل معناها في مارس اللي خرجنا منه مارس 2023 نعرف حتى احنا في تونس حسيناها شفنا معناها سخانة غير عادية وانحباس الأمطار كان في مارس برشا حاجات برشا حاجات صاروا مش كان في تونس نلقاها من موريتانيا للهند نفس الظواهر موجودة. مارس 2023 كان زايد 0.51 درجة على معدل مارس للفترة 1991 2020 أما بقل ب 0.11 درجة على مارس 2016. مارس 2016 كان أسخن شهر مارس على الإطلاق وكان ويجي بعده مارس الأخرين هذا مارس 2023 وهذا اللي أكد معناتها نتاع السنوات نتاع الجفاف الأخرانيين معناتها من 8 سنين عندنا 7 سنين جفاف عندنا 7 سنين جفاف في الثمانية سنين الأخرانيين منهم أربعة متتاليين الأربع سنوات الأخرانية وهذاك الواش معناها مع الظواهر هذيا خلت عندنا برشا معناها فما إشكاليات تو بالنسبة للقطاع الزراعي اللي ما فيش أمطار كافية ما صبتش فيه المخزون المائي زاد نقص برشا وهذاك الواش جات فما استراتيجيه ضد الشح المائي ان شاء الله نحكيو عليها في اجري اكسبريس. في اوروبا شهر مارس 2023 كان بزياده ب 0.86 درجه معناها في اوروبا اكثر من الزياده اكثر من المعدل العالمي واما في اوروبا معناها كي نشوفوه ما نلقاوش في التوب 10 نتاع أشهر مارس معناها فما جاوا قبلوا على الأقل 10 سنوات اللي هما دافين كدا في مارس دونك كيما قلت مكري الأشهر الأخرانيين معناها السنوات الأخرى مش حتى الأشهر الأخرانيين ولينا نلاحظوا معدلات كبيرة شفنا ديسمبر اللي تعدى العباد تعوب نهار 30 31 ديسمبر لابسين العباد تبدا تلوج كيفاش بتسخن جارها ولابسين كبابط ولابسين برشا صوف ويدفاو وياكلوا في حاجة جارية وسخونة باش يقوي رواحهم ويصمدوا قدام البرد لكن تو في السنوات الاخرى تشوف ديسمبر شفنا جا نوفمبر حتى الاسر الاخرين السيف زاد الحراره فيه معناها اكثر من المعتاد هذا الكل يجي من الاثار نتاع تغير المناخ اللي قاعد العالم الكل قاعد يعيش فيه. والتغيرات هذه نتاع الفصول انيس قبل ما نمشيو للموضوع اخر معناتها مش كان في تونس معناتها اليوم ولينا معناتها نلاحظوا كيفاش انه معناتها الصيف ولا اكثر اشهر معناتها ما عادش نحكيو على اربع فصول كل فصل بثلاثه شهور ولينا نحكيو على زوج فصول براتيكمون يا شتاء يا صيف يا شتاء يا صيف فما عندنا زاد تقسيم معتدل لما الحراره ولا تغير اكثر معناها على نص العام نلقاو احنا عاده ولينا ماي وجوان وجويلي اوت وسبتمبر وساعات حتى اكتوبر معناها خمسه سته اشهر كلي سخانه وزيد معانا يوم الاشهر الاخرين اللي سخانه اكثر من العاده احنا العباد مستنسين قبل اكتوبر قبلنا احنا جيل قبلنا يمكن سبتمبر يشتي يلبسوا حاجه طويله ويعمل احنا بعد في اكتوبر توا شبيب من نوفمبر وديسمبر مازال يحوس بنص يد معناها تشوف كيفاش السخانه ماشيه وماشيه تتمدد على طول العام ولا قبل ما كان سبتمبر معناتها ما لقاش
الصحراويه الناس الكل تلبس حاجه طويله. رحم يقول لك بدلش مع البوليسيه 15 سبتمبر 15 جوان 13 جوان يقول لك قلت لها البوليسيه بدلوا بدل التوني نتاعك. احنا تو ما عادش تفهم لا تنجم تتبع بوليسيه لا تتبع حد طقس كل النشره ولات كلها سخان. النشره ومش كان في منطقتنا راهو نشوفوا احنا مش كان في تونس معناها في المنطقه الكل نشوفوا خاصه حتى التغيرات المناخيه برشا دراسات في العالم وفي حتى من تونس تقول لك راهو باش تاثر برشا على منطقه شمال افريقيا بصوره خاصه وذاك الوقت نشوفوا توا احنا الجفاف نلقاو المغرب الجزائر في تونس نشوفوا الدول الاخرى زاد في الاردن منعت الاردن عندها ثلاث ايام ديجا صبت برشا امتار اي سوار منعت راسها تنجم تصب وما دخلكش حاجه كبيره. احنا شفنا الامتار الاخرانيه دخلت يمكن 13 مليون 14 مليون متر مكعب الحمد لله باهينا معناها بارابور فتره الجفاف تسمى شويه. الدول الاخرى شفنا توا عايشين ولا شمال البحر المتوسط شفنا فرنسا اسبانيا ايطاليا معناها كلها عايشين جفاف كيفنا ويعيطوا خططوا وخرجوا وتكلموا وعملوا وهم الوضعيه نتاعهم خير من احنا برشا. يعني حتى تونس توا برشا عباد تكلمنا وشفنا كيفاش بدا حتى القصان نتاع الماء اللي في الجزائر معناها عندهم اشهر سنوات قاعدين يقصوا المغرب بداوا في اكتوبر دونك هذا الكل خاطر وضعيه عايشينها في المنطقه الكل لازم نتعاملوا معاها وان شاء الله نسلكوا منها بشوي بتضافر جهود تاع العباد الكل خاصه المواطنين اللي لازم يستحملوا اكثر على الماء. الاحتفال باليوم الدولي الاول صفر نفايات. الاحتفال باليوم الدولي الاول معناها النسخه الاولى نتاعو صفر نفايات لا بريمير جورني مونديال زيرو ديشي هذا كان الاحتفال نهار 30 مارس اللي تعدى 30 مارس 2023 كما قلنا هي الدوره الاولى على خاطر هذا الايام كما نعرفوا احنا هي تحسيسيه اكثر منها حاجه اخرى باش تعمل وعي في العالم نلقاو حتى برامج تمشي معاها اما هذه تقرهم عاده من الامم المتحده ولا المنظمات تبعتها نلقاو الجمعيه العموميه للامم المتحده في الدوره 77 نتاعها خرجت القرار 77/161 خرجته نهار 14 ديسمبر 2022 واللي قال من نهار 30 مارس من كل عام يقع الاحتفال باليوم الدولي صفر نفايات. انا صفر نفايات راهي حاجه مهمه برشا اولا المحافظه على البيئه باش ما نبداوش عندنا كلي ديشي وحاجه اخرى راهو فيهم برشا مسوار وبرشا خدمه وبرشا فلوس بالنسبه للاقتصاد الدائري وبالنسبه للتدوير يقولوا احنا عاد الرسك معناها نتاع هالفضلات نعرفوا القرار هذا كان تقرته من اللي طلعوا به تركيا و105 دوله اخرين وهنا نشوفوا نهار 30 مارس في الدوره الاولى كانت وزيره البيئه عملت اجتماع مع الممثله المقيمه للبنود برنامج الامم المتحده للتنميه في تونس والممثله المقيمه في تونس معناها وحكيوا برشا على المشاركه نتاع تونس في برنامج سواب اس دبليو بي ا بي وطبعا نحكي لك على استراتيجيه تونس الزيرو دي شي باش نعطيو دي فلاش وان شاء الله مره اخرى نرجع نحكيو عليها اكثر تفاصيل او نرجع لك للسواب هو برنامج باش يعمل زيرو ديشي صفر نفايات في خمسه مدن في العالم جد عندك المدينه الاولى في الصين هي تشانجين ممكن تبل الطاجين نحكيو عليه من بكري في الكواليس ممكن فما فري تاون في سيراليوني وفما في تركيا مدينه كوكايلي وفما مونتي فيديو في الاوروغواي وفما تونس الكبرى تونس الكبرى تعرفها وين تبيعها تونس الكبرى احنا كي نقولوا تونس الكبرى راهو فيها اربع ولايات نذكروا عندنا 24 ولايه خاطر برشا عباد تسمعنا حتى من الخارج عندنا 24 ولايه كي نقولوا تونس الكبرى تونس بن عروس بن عروس انت تدير فيك خاطر تسكن في بن عروس انا ندافع على انا زاد وعلى كامل من النوبه التونسيه ومن النوبه الاربعه ولايات هذوما هي تونس الكبرى التمويل نتاع السواب هذا باش يكون مشترك والفام احنا نقولوا فام اللي هو صندوق البيئه العالمي باش يساهم 27 مليون دولار منها 5 مليون دولار لتونس هالمشروع جاي باش يدعم ثلاثة حاجات مهمة الحاجة الأولى هي سلوك أصحاب البيئة لي زامي دو لونفيرونمون زاد نمط الإنتاج الدائم ونمط الاستهلاك الدائم هذوما بعضهم هكا كيما كنعرفوا احنا قبل بلد الفرح الدائم
داكروس شعارات شعارات وتقعد ديما نفذ مفعول. والحاجه الثالثه هي رفع الكفاءات نتاع المدخرين في الاقتصاد الدائري ليكونومي سيركولير، خاطر ماهيش بتجي وحدها، ما يلزمها برشا خدمه تخطيط، وفما رجال ونساء اللي يخدموا راها دوك بريفي، قطاع عام وقطاع خاص. وزاد المشروع هذا باش يدعم زوز استراتيجيات مهمه في بلادنا اللي هما لس ان تي يو اللي هي الاستراتيجيه الوطنيه للانتقال الايكولوجي، ان شاء الله مره اخرى نعملوا لها حصه كامله مهمه واللي كان سابق عليها مجلس وزاري نهار 3 فيفري 2023. وفما زاد الاستراتيجيه الوطنيه للتصرف في النفايات. هذا كنت تحب نعطيو فلاش اليوم صغير على الاستراتيجيه الوطنيه للتصرف في النفايات، وان شاء الله نرجعوا لها مره اخرى زاد نعملوا لها حصه كامله. هنا نعرفوا الاستراتيجيه معناها نتاع التصرف المندمج والدائري في النفايات، وتم كل القطاعات هذا يتعمل في 2023. اول حاجه يمكن هناك يقولوا النفايات يلزمنا نفهموا شنو هي النفايات ونتفاهموا عليها شنو مفهوم النفايات هنا بصفه عامه. خاطر مش الفضلات مش الفضلات يعطيك الصحه. احنا بالمفهوم ديما نقول لك فضلات، اما حتى هو فما مفهوم اعمق واشمل مفهوم اعمق حتى نعطيو الفرق بيناتهم بصفه عامه. احنا المداول كنقولوا النفايات هي ماده يحب مولاها يتخلص منها، يعني بالفلاق ما احد عنده حاجه يحب يتخلص منها وما عادش يستعملها، هذيك هي فضلت كل حاجه فضلت. لكن في المفهوم الجديد هي تنجم تكون ماده صلبه ولا سائله ولا غازيه، دونك هذا اللي نتاعها، والا تجي من معدد من بروسيس معين اللي هما من جره الانتاج ولا الاستخراج ولا التحويل ولا الاستهلاك ولا استخدام ماده اخرى. حتى كي تعمل تنتج ماده تخرج منها فضلات احنا نقولوا ولا النفايات هذوما، ويلزم من التخلص منها طبقا للوائح والاجراءات المعمول بها، خاطر مش اللي يجي النفايات وين يجي يلوحوها، ولا عندها اماكن مخصصه وعندها لوائح مخصصه. هنا تنجم تكون مخلفات زراعيه فيها برشا النفايات، نحكي مره اخرى على الكومبوستاج كيفاش نجم نستغلوهم وغيره. فما النفايات المنزليه، فما النفايات اللي تجي من انشطه اقتصاديه ولا من انشطه صناعيه، وتنهى النفايات ما انا لخصتهم هما برشا دي كاتيجوريا ما هذوما اهم النقاط النقاط. النفايات لازم تكون خطره او غير خطره، دونك فيها مفهوم زاد كيفاش شنو هي النفايات. ثم زاد عدد المتوسط مجدي ماشي خطيره، وفما مفاهيم اخرى اللي معناها حاجه ساعات نجم العباد هي نفايات للبعض، نجم تكون ماده خام للغير كما البلاستيك، تو واحد يجي طيج دبوزه فما عباد تسقط منها، وفما اعاده استعمال وندوز كامله نتاعه. شنو ما هو خطر من هيك يقولوا من النفايات ماهوش مطلق، وهنا يجي للتصرف في النفايات في كل قطاعات، فما القطاعات الأولية والثانوية والثلاثية، وزاد النفايات التصرف فيها ينجم يكون عندنا المستهلكين، عندنا في كل ما هو مستهلكين معناها في التجار، وكل ما هو إدارات ونجم تكون الشركات هذه كل ما تنجم تكون عندها نفايات. وهنا يلزم التصرف الدائري المندمج للنفايات في كل القطاعات، وإن شاء الله حكينا عليه برشا التصرف الدائري المندمج، أما نرجع إن شاء الله نزيدوا نحكيوا أكثر على الاستراتيجية الوطنية للتصرف النفايات، وزاد على الاستراتيجية الثانية اللي حكينا عليها إن شاء الله نحكيوا عليهم بعد العيد. مكثروش على العباد، نعرف مازلنا نهار السبت اول النهار، خلي العباد ما تفيق ان شاء الله نحكي لهم بالقدا في الفطار، وان شاء الله احنا موعدنا جمعه ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله عيد مبارك على الناس الكل. واضح ترجمنا ان شاء الله في اجري ويكاند باش نحكيو على المخزون السلوس، نحكيو على الشح المائي.